الناس كلهم اللي ترونهم في شرق الأرض وغربه من دول وشعوبها كلهم بلا استثناء سيحضرون محضر القيامة في واحد من فريقين لا ثالث لهم، فريق رأسه محمد وفريق رأسه إبليس، فريق في الجنة وفريق في ثالث فريق، ما في فريق، هلو فريق في الجنة وفريق في السعير، فكلهم سيكونون في الموقف هكذا ونحن هناك في الموقف، فمع من نكون؟ يا ربي مع الأمين المامون، يا ربي مع هادينا إليك ودلنا عليك، يا ربي مع الذي أرسلته إلينا بالرحمة، يا أكرم الأكرمين. والعجيب أنه وراء هذا النبي من؟ الأنبياء. الأنبياء كلهم آدم فمن دونه تحت لواء يوم القيامة. صلى الله على نبيكم. إيش اللي خصكم بالنبي ذا؟ إيش اللي اصطفاكم بالحبيب هذا؟ من جعلكم من أمته باختيار من منكم؟ من منا سبق في الأزل قال يا رب خلني في خير أمة، اجعلني في أمة محمد؟ في حد منا طلب هذا؟ من غير طلب منا الله جعلنا في خير الأمم. اشكر الله، الحمد لله، ولا نستطيع أن نشكر الله بما هو أهله. يا ربي لك الحمد، فاشكر نفسك عنا واحمد نفسك عنا بما أنت أهله يا رب العالمين. جعلك من خير الأمم. انظر، جاء في الحديث أنه عند مرور الأمر أمة هذه بصالحيهم وأخيارهم لا توزن أعمال أمة حتى توزن أعمال أمة محمد، لا يمر على الصراط أمة حتى تمر أمة محمد، لا تدخل الجنة أمة حتى تدخل أمة محمد. قال ينظرون الأمم السابقة إليهم فيقولون كأن هؤلاء كلهم أنبياء. قال لا، ليس فيهم نبي إلا نبيهم محمد فقط، ولكنهم أصفياء وأولياء وصلحاء وعارفين ومتقين ومرحومين رحمهم الله تبارك وتعالى. فيمرون موكبا أمام الأمم كلها، إن الله حرم الجنة على الأنبياء حتى أدخلها أنا، وحرمها على الأمم حتى تدخلها أمتي. فالحمد لله الذي جعلك من أمة محمد من دون ترتيب منا ولا طلب ولا سابقة في ذلك، لكنه كنتم خير أمة أخرجت قبل بعثة هذا النبي. كيف كنا؟ وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فانظر الفرق بين لفي ضلال مبين وبين كنتم خير أمة أخرجت للناس. قبل بعثته كنا في ضلال مبين، بعد بعثته مجيء إلينا كنتم خير أمة أخرجت للناس. فحمدا لرب خصنا بمحمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله.